واللي بيتكلموا على علي معلول تصريح ليه. وبصراحه انا عايز يعني عايز اشيد جدا جدا بحلقه علي معلول مع الكابتن اسامه حسني من اعتقد من اسبوع يوم الجمعه اللي فاتت. يوم الجمعه اللي فاتت كانت حلقه مميزه جدا، واللاعب اتكلم بشكل ممتاز مع الكابتن اسامه حسني زميلنا في القناه، واللي عمل حوار مميز مع اللاعب. والحوار ده وتصريحات علي معلول حببت جمهور النادي الاهلي في اللاعب. لو هم بيحبوه 100% بقى يحبوه 200%. قمه الاخلاص وكميه الحب اللي في قلبه تجاه النادي الاهلي حاجه تخليك تتعلق بعلي معلول، تحس ان هو مولود في النادي، تحس ان هو مصري، تحس ان هو من نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي. ايه الروح دي وايه الحب ده وايه التقدير ده لفريقه للنادي الاهلي؟ قال لك انا عايز ابقى موجود في الاهلي، عايز اختم حياتي في الاهلي، عايز اجدد عقدي في الاهلي، لو عقدي قرب يخلص وهيجددوا لي هجدد، مفيش مشكله خالص. قال لك حب الناس لا يقدر، يعني تصريحات كتيره جدا تقدر تطلعها من الحوار ده. لكن برضو هنا النهارده الدستور بيتكلموا عن اللاعب، قال لهم ايه؟ قال لهم احنا انا بتمرن. هو كان قال برضو التصريحات دي في القناه عندنا، انا بتمرن مع معد اللياقه في الاسكندريه، هو بيقيم في احدى الفنادق هناك في اسكندريه، وعشان طبعا يعني الظروف الحاليه يعني. فهو بيجهز نفسه برضو طبقا للبرامج الموضوعه اكيد من الجهاز الفني بخصوص متابعه الحاله البدنيه لكل لاعب. نتمنى له كل التوفيق علي معلول سواء هو او كل زمايله في الفريق وكمان للجهاز الفني. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه عندنا اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا